مساء الخير وحلقة جديدة من برنامجكم بنظرة تانية. النهاردة طالع أتكلم وأنا مبسوط، طالع أتكلم وأنا حاسس إن اللي كنت هقوله في الحلقات اللي فاتت بيتنفذ من غير ما نتكلم. جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك بيدوا درس عظيم للعالم كله. جماهير الزمالك في مبارياتهم في الدقيقة 21 وفي الدقيقة 74 بيشغلوا فلاشات موبايلاتهم وبيهتفوا في الجنة يا شهيد. جماهير الأهلي بيردوا عليهم بنفس النظام. هو ده اللي احنا حابين نشوفه، هو ده الدرس اللي احنا بنديه للعالم، ان احنا في مصر مهما حصل لا جماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك هيقدر يفرقهم حد. هو ده المنظر اللي احنا بنظهر بيه قدام العالم بشكل مشرف جدا. هي دي الجماهير الواعية العاقلة اللي عارفة ان مهما حصل هنفضل كلنا تحت اسم منتخب مصر، سواء ال 74 شهيد سواء ال 21 شهيد، كلهم في الجنة ان شاء الله. بس احنا بندي للعالم درس بان احنا لا عندنا تعصب، ومهما حصل هيفضل جماهير الاهلي والزمالك برغم اي شيء بيحاولوا يعملوه هيفضلوا ايد واحدة، وهيفضلوا جماهير الفريقين مهما حصل من هزار واختلاف اراء. فالجماهير بيحترموا بعض وكل واحد فيهم بيدعم التاني في وقت شدته. كلنا ما ننساش موقف وليد سليمان لما وقف خطوبته علشان جماهير نادي الزمالك، وما ننساش موقف جماهير نادي الزمالك بانهم رفعوا كشافاتهم في الدقيقه 72 او الدقيقه 74 لجماهير النادي الاهلي. هتافات جميله، منظر نتمنى ان احنا نفضل ظاهرين بيه قدام العالم، حاجه فعلا مشرفه. هنتقل من ده لمحمد صلاح. يعني بصراحه انا طالع اتكلم في الموضوع وانا من جوايا متضايق جدا.